لن يذل ولن نحال ولن يحكمنا بني علمان. الله سوف لن نسمح بفتح البارات مرة أخرى، سوف لن نسمح بالدعارة مرة أخرى. هذا الشعب شعب مسلم، وهذا الصوت صوت الشعب، اسمعوها مني. ونحن في السودان رجالا ونساء وأطفالا كلنا مسلمون دين فطرة، كلنا مسلمون دين فطرة، ولن نسمح بأي تدخل في الإسلام، ولن نسمح بأي في تشويه لصورة الإسلام وشريعة الإسلام. بإذن الله سنكون يوما اليوم والخروج واجبا تجاه نحو الإسلام بإذن الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله حتى تسقط هذه الحكومة.